Hallo lieve toeschouwer in mijn nieuwe video. Ik ben een video van mevrouw Malaki Sheikh. Vandaag gaan we een les nemen اللي هو der accusatief. Der accusatief. اللي هو زمن المفعول به. يلا بينا نفهم مع بعض يعني ايه زمن المفعول به اللي هو der accusatief. خدنا طبعا في فيديو الضمائر الشخصية قبل كده وحفظناهم اللي هو أنا إيش أنت دو هو إر هي زي نحن فير أنتم إير زي زي. دلوقتي في زمن الأكوزاتيف بيتحول الضمائر الشخصية دي إلى ضمائر أخرى لازم نحفظها مع بعض. إيش اللي هو بمعنى أنا بيتحول في الأكوزاتيف إلى ميش. دو اللي بمعنى أنت بتتحول إلى ديش. إيه اللي بمعنى هو بتتحول إلى إين. زي بتبقى زي ما هي زي. فير اللي بمعنى نحن بتتحول إلى أنس. إيه اللي بمعنى أنتم بتتحول إلى أيش. زي الجمع زي الاحترام بتبقى زي ما هي. يبقى أنا إيش أنت ديش هو إين هي زي نحن أنس أنتم أيش. زي الجمع وزي الاحترام زي ما هي زي زي. هندي دلوقتي بايشبيل عليها عشان يسهل المعلومة وتقدروا تفهموها كويس. هناخد verb lieben. verb lieben اللي هو verb معنى يحب. هيتصرف زي ما قلنا على تصريف الأفعال a s t t t a n t a n بترتيب الضمائر الشخصية. لو قلنا أمثلة بقى على الضمائر دي هنقول مثلا zum Beispiel du liebst mich. du liebst mich يعني أنت تحبني أنا. دو ليبست ميش. ميش هنا جت مفعول به فمش هينفع اقول دو ليبست ايش. ما ينفعش اقول ايش اللي هو بمعنى انا. لازم تتحول في المفعول به الى ميش. هتبقى دو ليبست ميش. طالما في زوبيكت اللي هو فاعل في اول الجملة اللي هو دو وفاب اللي هو ليبست يبقى تالت حاجة في الجملة اللي هو الاوبجكت اللي هو المفعول به بيتحول الى ميش او اي حاجة من الضمائر اللي احنا قلناها مع بعض. تاني مثال معانا إيش ليبديش. إيش ليبديش يعني أنا أحبك. إيش بمعنى أنا اللي هو الزوبيكت اللي هو الفاعل. ليب اللي هو يحب متصرف مع إيش. ديش دي اللي هو الضمير بتاع دو متصرف في زمن الأكوزاتيف. إيش ليبديش. تالت مثال معانا إيش ليبئين. إيش ليبئين يعني أنا أحبه هو. إين دي جاي على الضمير إع في زمن الأكوزاتيف. أظن إحنا فهمنا الأفعال كويس وعرفنا نفرق ما بينهم. رابع مثال معنا إع ليبت زي. إع ليبت زي يعني هو يحبها. هو يحبها. زي طبعا ما تغيرتش في زمن الأكوزاتيف زي ما هي. خامس مثال معنا دو ليبست أنس. دو ليبست أنس يعني أنت تحبنا. أنس دي تحولت بدلا من الضمير فيا في زمن الأكوزاتيف. سادس مثال معنا فيا ليبن أيش. فيا ليبن أيش يعني نحن نحبكم أنتم. أيش دي جاي عايدة على الضمير إيا. إيا اللي بمعنى أنتم. يبقى فيا ليبن أيش. فيا ليبن أيش يعني نحن نحبكم أنتم. آخر بقى مثال معنا إيش ليبا زي. زي اللي هي بمعنى الاحترام يعني أنا أحب حضرتك. زمن الأكوزاتيف ده بيغير الضمائر وكمان بيغير الأرتيكل اللي هي الأداة. دلوقتي هناخد إزاي نقدر نحول ونغير الأرتيكل في زمن الأكوزاتيف اللي هو زمن المفعول به. الأرتيكل زي ما خدنا دير للمذكر اللي هو المسكولين ودي للمؤنث اللي هو الفيمينين وداس اللي هو ناتورال اللي هو المحايد. في زمن بقى الأكوزاتيف كله بيفضل ثابت ما عدا الأداة دير بتاعة المسكولين اللي بتاعة المذكر بتتحول إلى دن. دن في زمن الأكوزاتيف. وفي أدوات التنكير. أدوات التنكير دي بنستخدمها لو عايزين نتكلم على حاجة عامة مش شيء محدد قدامنا. زي مثلا أدوات التنكير ثلاثة أين وأين وأين. أين دي جاية مع الضمير دي اللي هو بتاع المذكر وأين التانية مع الضمير دس وأين مع الضمير دي اللي هو بتاع المؤنث. زي مثلا هنتي بايشبيل وهنقول إيش نيم einen أو den Bus. ich nehme einen أو den Bus.
يعني لو هنستخدم أينن يبقى بنتكلم بصفة عامة، اللي هو أنا سأأخذ الحافلة. ما أنا محددتش نوع حافلة معين، أنا قلت أنا هأخذ الحافلة بس. لكن لو قلنا إيش نيم دين بوس، يبقى حددنا في حافلة قدامنا دي اللي هركبها. إيش نيم دين بوس يعني حددنا حاجة معينة. يبقى زي ما عرفنا أدوات التنكير بتيجي مع الحاجات العامة اللي هي مش محددة، وأدوات التعريف اللي هي دير وداس ودي بتيجي مع الحاجة اللي قدامنا المعرفة. وخدتوا بالكو احنا قلنا ايش نيم دين بوس، دين في زمن الاكوزاتيف ما قلناش دير. طبعا احنا عارفين اللي بوس اداتها دير، فتحولت في الاكوزاتيف الى دين. وهنقول ايش هاب اين تاكسي، ايش هاب اين تاكسي، تاكسي اداتها دس اتحولت في الاكوزاتيف زي ما هي، هتبقى اين مش هنزود لها اي حاجة. اللي بيتغير بس في الأكوزاتيف في الأداة والأرتيكل ديع بيتحول إلى دين وأينن. طبعا هنا دلوقتي ما كناش محددين تاكسي معين، فقلنا إيش هاب أين تاكسي مش تاكسي معين، عشان كده استخدمنا أداة التنكير أين اللي هي عايدة على أداة التعريف داس، عشان إحنا بنقول داس تاكسي فحولناها إلى أين تاكسي. نرجع دلوقتي ونقول ان الضمائر الشخصية بتتحول في زمن الاكوزاتيف، ايش بتتحول الى ميش، دو، ديش، ايا، اين، زي زي ما هي زي، فيا، انس، ايا، اويش، زي الجمع وزي الاحترام زي ما هما زي وزي. اما ادوات التعريف والتنكير بتتغير بس مع الاداة ديع، ديع بتتحول في زمن الاكوزاتيف الى دن، وكمان في التنكير بتتحول الى اينن. في مثال ما قلناهوش اللي هو ايش ليب ماينن فاتا، ايش ليب ماينن فاتا، ماينن اللي هو انا احب والدي، انا احب ابي، اللي هو ماينن استخدمناها لانها مفعول به في الجملة، ففاطر اداتها دير فاستخدمناها، ما قلناش ماين فاطر، قلنا ماينن فاطر اللي هو والدي وابي انا. يبقى هنقول برضو بنفس المعنى ايش ليب اين، ايش ليب اين يعني انا احبه هو. يبقى ايش ليب ماينن فاتر، ايش ليب اين انا احبه هو، الاثنين في زمن الاكوزاتيف. Jetzt mein Video استفادش، أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا انكم شاهدتوا الفيديو بتاعي، ويا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بسهولة جدا. Tschüss liebe Zuschauer.